أكيد الحمد لله، ونشكر بزاف اللاعبة ونشكر بزاف الجمهور اللي كان واقف معنا في المباراة 120 دقيقة كان واقف معنا، والحمد لله وإن شاء الله ما تكونش هذه آخر بطولة ليا، وإن شاء الله نحقق كثير من الأهلي إن شاء الله. شفت جمهور النادي الأهلي النهاردة إزاي في الإمارات؟ إحنا مش في مصر في الإمارات، بس شفت الجمهور إزاي والمدرجات المتقفلة كلها؟ الجمهور ما يهمهمش الامارات واي بلد، يعني جمهور يحب الفريق، يعني لو نروح لروسيا راح يروح معنا لروسيا اكيد. احنا ما عندناش ظن في الجمهور، والحمد لله اليوم كان الملعب كله تحس انك في مصر، والحمد لله هما كانوا معنا طول المباراه، وان شاء الله يبقوا معنا حتى نهايه على الموسم ان شاء الله. النهارده هنفرح، بكره نستعد لدوري ابطال افريقيا ومباراه الترجي. اكيد ان شاء الله اليوم راح نفرح، بكره ان شاء الله نطوي الورقه تاع السوبر، وفكر في مباراه تاع الذهاب تاع الترجي، وان شاء الله نعمل بطوله شيء كويس ان شاء الله. هو كهربا كان بيقول لك ايه هناك؟ ايه كهربا الحمد لله والله الحمد لله. لازم اعرف كان بيقول لك ايه؟ نقول لي على العربيه. يقول لي سواء. شكرا. توك توك ولا عربي؟ توك توك. توك توك.